دلوقتي احنا في طريقنا لمدينة جونيا، واحدة من أجمل مدن لبنان الساحلية، بيطلق عليها عروس الشاطئ اللبناني. جونيا بتبعد عن العاصمة بيروت حوالي 20 كيلو متر فقط، بيسموها مدينة النور وأرض الليمون. السياحة في جونيا ممتعة إلى أبعد حد. المدينة ليها كمان تاريخ عريق جدا، ده بالإضافة للمناظر الطبيعية الخلابة الناتجة عن التقاء البحر مع الجبل، مع شكل جميل جدا بيكون لوحة طبيعية ولا أروع. جونيا مليانة منتجعات صيفية، وعلى طول الطريق البحري تنتشر المطاعم والنوادي الليلية اللي بتقدم كافة النشاطات الترفيهية. ممكن كمان تستمتع بالسباحة والغوص ورحلات الصيد في شواطئها الجميلة. وطبعا في جونيا ما نقدرش ننسى التلفريك. تلفريك جونيا من أهم المعالم السياحية الموجودة في لبنان، تم إنشاؤه من سنين طويلة جدا. أعلى نقطة بيوصل لها على الجبل تقريبا 550 متر، وطوله تقريبا 1570 متر. بدأت فكرة إنشاء تلفريك جونيا عن طريق بعض الشبان اللي كانوا بيقوموا برحلة مدرسية لمزار سيدة لبنان اللي موجود في حريصة، وحلموا بإنشاء وسيلة تنقلهم للمنطقة بشكل مباشر. وبدأت بعدها عملية إنشاء التلفريك من قبل الحكومة، افتتح بشكل رسمي عام 1965. من بعدها أصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية في لبنان. المكان الموجود فيه تلفريك رائع جدا، شكل الجبل مع البحر والخضرة مدي إطلالة حلوة جدا تخليك مش عايز تخلص الرحلة. رغم ان التلفريك في جونيا مش طويل، ولكن فعلا من أجمل معالم لبنان. بعدها التلفريك بيوصلك لأعلى نقطة في القمة في مكان اسمه حريصة، المكان اللي فيه منظر سيدة لبنان. المكان والجو والفيو كمان أكتر من رائع، بالإضافة كمان ان المطاعم هناك والكافيهات على أجمل إطلالة وأرخص أسعار. في المكان الجميل ده خدنا القهوة بتاعتنا على أجمل فيو. وبعدها سمعنا للراجل الجميل اللي حب يرحب بينا لما عرف إننا مصريين بطريقته الخاصة. مصر جميل. مش هتكمل متعة زيارة جونيا من دون المرور على مغارة جعيتا ونشوف جمالها الفريد من نوعه. تقع مغارة جعيتا على ضفاف نهر الكلب، وطبعا كالعادة في لبنان الجميلة تستمتعوا بالطريق. مغارة جعيتا عبارة عن كهفين، كهف علوي وكهف سفلي. المغارتين العلوية والسفلية مليانة بالتشكيلات المكونة من صواعد ونوازل على أحجام ضخمة جدا، بس العجيب في الموضوع ان هي اتكونت على مدار ملايين من السنين. الاجمل كمان في الموضوع ان المية هي اللي عملت كل التشكيل والنحت في الصخور في المغارة دي. مفيش اي انسان لمسها ولا اي انسان عمل فيها اي تغيير. حقيقي المكان ده كان من اكتر الاماكن المبهرة لينا، بس طبعا ما انساش اقول لكم ان ده من الاماكن اللي لازم هكرر زيارتها مره تانية. الوقت ما كفاش اننا نكتشف اكتر عن المدينه الرائعه جونيا. استنونا في المزيد من الفيديوهات اللي هنكتشف فيها مع بعض عن اماكن اكتر بكتير. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناه، واكتبوا لي في الكومنتس رايكم في الفيديو، واكتبوا لي على الاماكن اللي نفسكم نروحها ونقول لكم اكتر معلومات عنها.